الان كوردوبا تمر لتياغو مينيتو قصف راقد لا يكمل المباراة مع ايتو. كرة باتجاه تياغو مينيتو صعبة وتحتها من تياغو سيلفا. زلاتان ابراهيموفيتش تير ستانكوفيتش لتياغو مينيتو امام تياغو سيلفا. تاليافانتو يتابع في المباراة من بعيد. مينيتو يطالب بالمخالفة ترجع كسير النراتسوري لكن المخالفة هذه المرة لتياغو مينيتو. تجد مباراة لخافيير زانيتي على بعد 6 مباريات لتحطيم رقم جوزيبي بيرغومي كأكثر لاعب من جانب الإنتر تاريخيا. إيتو يحاول المرور مع تيتيان ستانكوفيتش. ستانكوفيتش كرة بالتليفون كرة المراقبة لدفاع الميلان. كيفو ليوزع تدخل من ناس أو من تياغو. أتاختيا من تياغو سيلفا. كرة كوتينيو البرازيلي يعطي كرة باتجاه إيتو. تاختيا من تياغو سيلفا. بيرلو يخسر الكرة. سامير إيتو. إيتو يحاول المراوغة تذهب الكرة لبيابياني. زانيتي يتقدم كرة ممتازة وكوتينيو وفي النهاية تعود الكرة لإيتو. اليوم نيستا شيء كبير. أليساندرو هذا إيتو يدخل منطقة الجزاء ويمشي إيتو والركنية من تياغو سيلفا. كامبياسو يطلب الكرة. دائما الانتر عملية البحث وكرة مرتدة بالدفاع.